طيب انت عايز تسافر كجي بي ترينينج او سايكاتري ترينينج؟ انا اعرف ناس في الاي كيو بالام ار سي اس، ناس في السايكاتري ترينينج بالام ار سي اس، ناس جي بي ترينيز بالام ار سي اس. فالام ار سي اس مجرد كوبري بريدج انت بتاخده علشان تاخد الجي ان سي ريجستريشن. الحقيقة ان انت تقدر تدخل امتحان الام ار سي اس من وانت في الامتياز. الامتحان بيكلف حوالي 600 استرليني، يعني ب 18000 جنيه في الوقت اللي انا بكلمكم فيه. بارت بي الجزء الثاني والاخير بيكلفك حوالي 32000 جنيه في الوقت اللي انا بكلمكم فيه. الحقيقه ان ده استثمار في نفسك وديزيرفز ان انت تجو فور ذيس اكزام. الحقيقه ان الكوريكولوم كبير جدا، لو هتسيب نفسك تذاكر بنفسك هتلاقي نفسك ما بين اوكسفورد بيلي اند لوف استست اي ام ار سي اس تانيا سيلفيا برادب ا لوت اوف بوكس. ومن هنا جت فكرة كورس الـ MRCS، 4 شهور مذاكرة، جدول ثابت، نجبرك تذاكر يوم بيوم وسط جروب ناس كلها بتذاكر، Live Question Posting Session، محاضرات على الويب سايت، Drive Notes، وفي الآخر أقدر أقولك إنك تقدر تعدي من غير كورسات. الكورس مجرد تنظيم وإجبار على المذاكرة وست جروب بيذاكروا بجدول ثابت. لو فاتتك الحاجة انت مجبر انك انت تعملها لان كل زمايلك عملوها. الكورس مش سحر ولكنه طريقة انك تعدي الامتحان في فترة قليلة وبطريقة تجبرك على المذاكرة. شكرا ليكم، اراكم لاحقا.